هذه اللقطة كانت من حسين خرجة، وحسب رأيي وحسب الصور خرجة هو مخطئ في هذه الكرة. يعني حتى نكون محايد أجعل التعليق للكابتن إبراهيم خلفان كابتن فيصل النخيل. يعني تفضل كابتن. يعني احنا لا مثل ما تفضلت انت محايد، حتى احنا محايدين يا يعني. لكن نشوف الصور. في حكم حاجة. في حكم هو ارتضوا الى قراره، وافتكر عطى انذار لكل منهما ومشى اللعب خالص كما هو كان موجود. يعني هذه يعني شوف من هنا يعني محاولات كانت عرقله اللاعب نيني، وضع طبيعي الشد والملعب ولكمه من نيني، وتبادل ايضا من هنا لحسين خارجة. جاء الحكم بصراحه برافو على فهد جابر، افتكهما يعني ونجح في ذلك. النجم فيهم الحكم دخل انه يبي يمشي المباراه واكتفى بعمل يعني خرجه هنا مخطئ فاول. يعني خلاص الحكم مثل ما قلت عطى القرار المناسب، فاول وافتكهما من بعضهما واعطى حق الواحد منهم انذار. لكن الطامه الكبرى عندما اتت اللحظات الاخيره من هذه المباراه، من هذه المخاشنه من 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 نيني. هذه المخاشنه جدا كانت قويه. راوند 1 فايت. الآن محمد سالم المال موجود. أنا اللي بعرفه أحمد فتحي، حسين خرجة لماذا يدفع هنا نيني؟ لماذا يدفع نيني؟ في هذه اللحظات كان لا يجب على حسين خرجة لا يأتي. في 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 وجود كابتن الفريق رجب حمزة ممكن يأتي ويجادل الحكم، تأتي وتدفع نيني لماذا؟ فنيني بعد ذلك رد الدفعة بلكمة. بعد ذلك كان ممكن ينتهي الامر الى ان اتى بعد خرجه من جديد ولعب لعبه الكاراتيه، يعني ما شاء الله عليه. ومع ان اليوم خرجه انا على حسب رايي افضل لاعب في هذه المباراه، من افضل ما ادى في هذه المباراه، وبدل من بعض الاداريين ان يقوموا بتهدئه الامور قاموا بشعلله الموضوع. صح، يعني للأسف يعني لقطات ولحظات وتصرفات غير مقبولة بتاتا من لاعب مثل خرجة ومن لاعب مثل نيني ومن لاعب صغير يعني عبد الله معرفي. للأسف من اللاعبين المتميزين بأخلاقهم داخل وخارج الملعب. برافو على فهد جابر بصراحة حكم هذه المباراة، الحكم القطري. هنا اللقمة، هنا اللكمة وسبقت اللكمة دفعة أيضا من خرجة بصراحة. يعني فهو من تسبب في يعني بالبداية. هنا الدفعة، هنا أتى حسين خرجة لماذا تأتي؟ سؤال لحسين خرجة، لماذا تأتي هنا؟ شاهد حسين خرجة لماذا أتى هاي الدفعة؟ خلاص هذه واحدة وبوحدة خلاص انتهى الموضوع. هنا كان ممكن ان حكم المباراه يمكن كان حتى ما شاف الدفعه، يمكن شاف اللكمه جدا قويه. لا. تصرف مخطئ من نيني وتصرف ايضا مخطئ من خرجه. وهنا التصرف البشع بصراحه، لكمه الكيك بوكسينج للاسف يعني من خرجه. يعني تصرف غير لائق بصراحه، لا من خرجه ولا من نيني ولا من عبد الله معرفي اللي ما كان يدري عن السالفه بتاتا. من اللي بداها؟ اللي بداها بصراحه خرجه مع كل الاحترام والتقدير لهذا اللاعب، وانهاها ايضا نيني، وبعد ذلك جاء عبد الله معرفي وزاد الطين بله للاسف يعني. وحكم المباراه بصراحه بطل هذه المباراه لان اتخذ قرارات جدا مناسبه وجريئه بحق كل لاعب يستطيع